هنروح لتقرير مع الفنانة نهال عنبر، واللي هنشوفها قريب جدا مع الزعيم عادل إمام والفنانة لبلبة وآخرين من خلال مسلسل صاحب السعادة. المسلسل من تأليف يوسف معاطي والإخراج لرامي إمام، واللي من المقرر عرضه في رمضان القادم، وده التعاون الثاني اللي بيجمع الزعيم بالفنانة نهال عنبر بعد ما قدموا مع بعض مسلسل العراف. وشاركت الفنانة نهال عنبر مؤخرا كعضو لجنة تحكيم في مهرجان السياحة العربية السابع لاختيار فتاة العالم العربي المثالية ميس أرب 2013، وبترقصه حنان نصر. تعالوا مع بعض نلتقي بيها ونلتقي كمان بالفنانة نهال عنبر. هي الدورة السابعة دورة مميزة السنة دي، ويمكن بقى الدورة السابعة دايما أي حاجة سبعة بتبقى رقم، يعني في تفاؤل ورقم جميل. النهاردة الحمد لله احنا بنعمل المؤتمر الصحفي، وأنا شايفة الحمد لله يعني في باقة كبيرة من الحضور من لجان التحكيم ومن المتسابقات. والجديد طبعا ان احنا عندنا السنة دي الحياة البنات يعني متميزات جدا في الثقافة والحضور. الجديد انه معالي وزير السياحة أصدر قرار وزاري منح المتسابقات سفيرات للسياحة المصرية، وكمان هو يعني مشكورا يعني احنا نتعاون مع الوزارة في برنامج ليهم علشان يكون في شغل طول السنة على تنشيط السياحة المصرية في العالم العربي والأوروبي حسب مكان إقامتهم. يعني كمان الجديد انه تم تعاقد يعني توقع بروتوكول مع 57-57، اللي بموجب هذا البروتوكول البنات أصبحوا سفيرات للعطاء من مستشفى ودسترح كبير، وهم اتفقوا ان هم هيوجهوا جهودهم كلها ان شاء الله باذن الله للعمل ده. هي مش جمال، هي فتاة العرب المثالية. لان هي احنا دي اهم، الجمال في الشخصية وفي الحوار وفي الثقافة ده بيبقى اهم. اللي عايز اقوله ان احنا جمعية مسافرين، انا سكرتير الجمعية. انا بقول بقى دور كسياحة، ان هو استاذ دكتور عاطف عبد اللطيف اصلا سياحه، فانا بقول سياحه ان اولا تقريب الدول العربيه لبعض، ودي حاجه جميله وحلوه. ان يحصل تلاقي بيننا بعد فتره طويله، كان في شويه توترات الفتره اللي قبل يعني اللي فاتت اللي احنا فيها دلوقتي، قبل اللي في احنا فيها دلوقتي. وانا بقول انا سعيده ان احنا، يمكن انا هدفي اكبر من بس اختيار فتاة مثالية، أنا هدفي تجمع الدول العربية مع بعض وتبقى علاقتنا مع بعض زي الأول، وإحنا الحمد لله رجعت زي الأول وأحسن. أنا دي حاجة سعيدة بيها جدا، إن إحنا نختار البنت اللي فعلا تستاهل إنها تبقى ممثلة لبلدها وتبقى أحسن الموجودين، هنختارها بالأمانة يعني. وإحنا عاملين لهم شهادات إنهم سفراء لبلدهم، الجمعية مقدمها لهم، فإن شاء الله يعني دي حاجة جميلة. أنا بحب أي حاجة فيها تجمع مش تفرقة. صاحب السعادة مسلسل طبعا بطولة النجم الكبير عادل إمام، ومعاه على فكرة أستاذ نجم محمود ياسين، ومعاه مجموعة كبيرة لطفي لبيب، مجموعة كبيرة فنانة كبيرة لبلبة العظيمة، وعندنا يعني مجموعة ما شاء الله السنة دي جامدة جدا. أنا ابني محمد الإمام وجوزي محمود ياسين، بس مش هقدر أقول أكتر من كده لأن دور مفاجأة، دور أنا أول مرة أعمله في حياتي حقيقة. وده تأليف الأستاذ يوسف معاطي وإخراج الأستاذ رامي إمام.